أصدقائي الأعزاء، أهلا بيكم وإليكم خاطرة جديدة من خواطري من سلسلة عجبيات. امشي في طريقك يا ولدي وابتسم وسلم بإيديك الاتنين. امشي في طريقك يا ولدي وابتسم وسلم بإيديك الاتنين على كل قريب وغريب وكل مجروح قلبه مشقوق نصين. ومهما طال الطريق يا ولدي كمل وبدر تقاوي الحب ليك والغير. ده مسير الطريق يخلص ويطرح وراك جناين خير على الجنبين. وعجبي مع خالص تحياتي دكتور محمد لبيب.